اليوم نحضر آخر سهرة من سهرات مهرجان راب أفريكا فيستيفال سمر اللي هو كيعرف الدورة الأولى ديالو واللي تنظمات في هذا المكان الجميل اللي هو الإسبلانات ديال بورغراك أو ساحة بورغراك. ويمكن القول يعني من بعد هاد 9 أيام ونحن في اليوم 10 ديال المهرجان بأنه كان ناجح بكل المقاييس وبأن البرمجة التي تم اختيارها لهذا المهرجان كانت برمجة استطاعت أن تجلب الجمهور وخاصة جمهور الشباب من مختلف يعني الأعمار، خاصة وأن الألوان الغنائية والموسيقية التي يعني شاركت في هذا المهرجان هي مختلفة، وقد عرف مشاركة 24 فنان وفرقة موسيقية، والبرمجة إذن راعت الأذواق الشبابية وراعت أيضا التراث المغربي، وراعت أيضا رعينا في هذه البرمجة أن يكون يعني التراث المغربي حاضر، طبعا ماشي كله لأن التراث المغربي الغنائي اللامادي هو غني وغني جدا ومتنوع ولا يكفي مهرجان لعرضه، ولكن حاولنا أننا تكون كل ألوان الفنون أو كل مناطق ممثلة، فمثلا كان هناك الغناء بالحسانية، الغناء بأمازيغية يعني ديال سوس، الغناء بالأمازيغية أطلس، غناء بالريفية إلى آخره، إضافة طبعا إلى كل اللغات وكل الفرق. كما عرف هذا المهرجان أيضا مشاركة فرق وفنانين أفارقة إضافة للفنانين المغاربة اللي حضروا فيه. وكيف شفتوا المهرجان يعني والتجهيزات والإجراءات اللي قمنا بها من أجل تنظيم هذا المهرجان كلها كانت في مستوى يعني نحن فخورون به، وهذه مناسبة باش نقول بأننا أو باش نوجه واحد كلمة الشكر إلى سمحتوا لكل الساهرين على تنظيم هذا المهرجان، خاصة السلطات المحلية والقوات مختلف القوات العمومية من شرطة ووقاية مدنية وطبعا القوات المساعدة إلى آخره. كما أغتنم هذه الفرصة أيضا باش نشكر الصحافة ومنهم أنتم على التتبع ديالكم لهذا المهرجان، ونشت وجوه منكم اللي كانوا حاضرين يوميا وهذا يشرفنا بطبيعة الحال. هذا المهرجان مهرجان ديال راب أفريكا سامر هو كيدخل في ضمن جميع ضمن التظاهرات الكبرى اللي كتعرفها الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. هذه محطة من المحطات، محطة كانت فيها 10 أيام ديال العروض الموسيقية المختلفة اللي كتلبي جميع الرغبات، سواء الرغبات ديال الشباب ولا أيضا جميع الفئات العمرية، كتمثل الألوان فنية مختلفة فشبابية وأيضا من التراث المغربي ومن الأشكال الإفريقية أيضا اللي كانت حاضرة معنا، وكل هذا الشيء كيجسد واحد النجاح كبير لهذه الدورة اللي احنا اعتبرناها دورة أولى واللي بغينا إن شاء الله أنها تستمر في المستقبل وتولي محطة قارة من المحطات ديال التظاهرات الثقافية ديال مدينة الرباط. وبالتالي فكنعتقدوا بأن هذه حصيلة جيدة من حيث الجمهور اللي كيفوق 350-400 ألف يعني حاضر في هذا المهرجان هذا. فكنشكر الصحافة وكنشكر جميع المتدخلين لقطاع الثقافة، ولاية الرباط، الأجهزة ديال الأمن بمختلف أسلاكها، كنشكركم لأن بالجميع بتضافر جهود الجميع نجحت هذه التظاهرة. شكرا. أنا نكون حاضرين أنا في هذه يعني الدورة هذه ديال مهرجان يعني غاب أفريكا اللي فريمو واحد المهرجان اللي عنده واحد الصبغة كما تنقولوا حنا يعني لا 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 يعني لا لا في إفريقيا، وكما كنشوفوا يعني في البروغراماسيون أنه فريمو يعني كل نمط تعطى حقه. وواحد القضية كنشكر بزاف الجمهور، كما كنشكر الوزارة الوصية وزارة الثقافة اللي فريمو داروا مجهود كبير، والحمد لله يعني دي كونديسيون ديال لي زارتيست اللي فريمو شحال ما شفناش بحال هذه كونديسيون. كما كذلك ما ننساش نشكر يعني الإعلاميين اللي هضروا بكثافة وتبارك الله عليهم يعني ديما كيحاولوا وكيديروا الجهد ديالهم باش يوصلوا كل ما هو جميل للشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن. الفني كاين واحد العمل قريب اللي هو بعنوان حبيب اللي قريب ان شاء الله غادي يصدر الكليب ديالو مؤخرا بالاخراج ديال استاذ العاب ديال درنا واحد قبل منه اللي سميتو استقصاء الخير. دونك كاين اعمال كثيره كاين اعمال كثيره كاينين كما تنقولوا
يعني كاين جولات داخل الوطن وخارج الوطن. نتمنى ان شاء الله يعني الناس يتبعونا في لاباج راه غادي يلقاو كاع الجديد ان شاء الله اللي كان حصري. هكذا مازال غير سنتيني حالكم بارس نمير راه سنتيني حتى نمير راكم بارش كاع بزاف اللي كان يدار اللي حاضر نصدر واش كان غير حاضر. ان شاء الله تيجي جديد فضل ربي اللي انت كليب لا انت تورني داخل الوطن وخارج الوطن. اتمنى ان شاء الله تكون زر قريبا حق الله مهرجان تيجي كان يحسن ربي ان شاء الله. اكيد احنا فرحانين بزاف اليوم ان الجمهور كان متفاعل معايا وحتى انا صراحه متشوقه اني نشوفه وفرحت بزاف بالتفاعل ديالو. تبارك الله على المغاربه ديما كيبغيو هاد الاحتفاليات ولان حتى هو كيكون واحد الفرصه انهم كيبدلوا الجو وكيفرحوا معنا وتبارك الله عليهم. خصوصا اليوم كان عيد ميلاد ديال الام ديالك اليوم كان عيد ميلاد ديال الام ديالي وجاتني فكره باغازار قلت غادي نطلب من الجمهور هاد المره هو اللي تمنى ليها عيد ميلاد سعيد وتبارك الله وغنى بواحد الحماس كبير وكنقولها هابي بيرثدي ماما باش ما كتمنى ان شاء الله تخسرش المطار. الجودي ديالي هو عباره عن كوكتيل شعبي وكنخدموا ايضا على واحد الاغنيه بالامازيغيه بالريفيه اللي كتجي كتغنى بالعرس المغربي. اولا السلام عليكم تبارك الله عليكم وشكرا انتم على الحضور ديالكم وعلى التغطيه ديالكم. انتم كيف تبعتوا البرنامج ديال المهرجان من الاول ديالو كان عاطي واحد صدى طيب وعطى واحد النجاح طيب. اليوم انتم شفتوا الجمهور كيتفاعل وجاب كثافه وذلك كيرجع للتنظيم اللي كان والامن وحتى الجمهور كان في واحد الغايه في واحد التربيه جميله جدا ان جاء باش يعوض هذا الحرمان ديال هاد الثلاث سنين اللي دازت اللي فعلا حنا كنا مشتاقين ليها نتلاقاو مع الجمهور. هنا كنتوجه بالشكر ديالي لوزارة الثقافة اللي فتحت لنا هذا المجال من جديد اننا نتلاقاو بهذا الجمهور اللي حنا توحشناه لا الرباطي ولا السلاوي استمرارية ان شاء الله وكنتمناه انه يتعاود ويكون عنده واحد النجاح كبير ان شاء الله. علاش ما يكونش تبارك الله هو اليوم خدام مع افريقيا غدا يكون عالمي ان شاء الله تبارك الله عليكم. الجديد فين ما كانت شي حاجه كنلوحوها في التلفزيون باش كلشي كيتفرج فيها وكلشي كيتصنت فيها.